اليوم عشان ما يكشف تحورات مبين ان في مداورة سعودية. نعم مبين ان في مداورة اليوم فوتي من يعني وكذلك اوتمندي ليساندرو في حراسة المرمى. هاي التشكيلة اتوقع انه يوصل الملعب لاعب جوفنتوس دي باولا وكذلك عندك ميسي على اليمين عندهم حارس كذلك جيد ايميليانو مارتينيز يعني بشكل صح عمل استراتيجية صح تخلص من بعض اللاعبين اللي كانوا عايق في حجرة الملابس للأمانة انتظار من 93 بالنسبة لنا نحن الكروي اللي فريقه جدا مع هذا من الناس تروح عند ميسي. ميسي وقت اللي يغير نفس الشيء شفناه في برشلونة أسامة مش جديد يعني أحسب أنه في تغيير رتم هنا يطيحوك في ليما على الدكة وطحنون زعابي على الدكة وماجد حسن وعلي صالح ونشوف التشكيلة يعني اللاعبين الكل من غير مني عندي جودة محترمة مش لليفل الأرجنتين بس ما نكونوش في استاد محمد باوية هنا نعم هنا يحضر ليونيل ميسي هنا هذه المباراة قبل أيام فقط وهذا الأسطوات والطاقم المصري هذه إشارة إلى أن ما وده ميسي مثلا ولعب مع أحمد حسام الديري واستقبلنا من الأهداف 21 هدف وبالتالي هي مباراة أخرى الذي يبدأ مباراة اليوم بخالد عيسى في المرمى خالد الضرحاني خليفة المباراة الودية الدولية التاريخية كرة تلعب بهذه الصورة يشاركوننا نقل أحداث هذه المباراة لك قبل يومين عندما أجرى المنتخب الأرجنتيني تدريبه الأول في استاد أيضا أن يجد نفسه بصورة كبيرة بالفعل كرة تلعب وتصل للظهير الأيسر أكونيا هذه محاولة كرة تلعب كبيرة الآن لمنتخب الإمارات من حارب عبدالله الكرة الماضية من عبدالله رمضان لكن حاضر أيضا اللاعب الذي سجل لنا هدف الفوز هذا اللاعب الحاضر أتحدث عن أوتامندي لعب في سن 34 سنة منتخب الإمارات ممتاز ولذلك عناصر الدقيقة الثامنة العرضية الخطيرة عاصمة ونقل ممثلنا العين هذا البطولة وراح بيونس آيريس أوه محاولة من جانب أوتامندي تصل الآن وارات بالفانيلة الجديدة كرة تلعب خطيرة للأرجنتين ولكن برافو وليد 16 نوفمبر اليوم 16 للمونديال مع ليونيل ميسي هذه كرة تلعب خطيرة وعلى ليونيل ميسي احذر عندما يفعل ذلك لأن حلوة منتخب حلوة الله الله كرة للصغير ودهم ينزلون يلعبون الآن كرة تلعب عالية ولكن هذه كرة لدي بول في الكرة الماضية أتت العربية والأسيوية هذا أنخل دي ماريا هذه كرة تلعب مباراة بلا خسارة كرة تلعب وتصل لميسي عند خالد عيسى في كرة الماضي يحسب أيضا حتى الآن الأبيض يقدم صورة ممتازة والكرة تلعب لعب علي لكن الحذر ميسي يرسلها ويسجل الأرجنتين تسجل طبعا المساحات الموجودة الفارس جوليان الفارس مع غوارديولا هذا دي ماريا وصلت إلى ميسي نقلت للأمام رمضان حارب دائما مشاهدين الكرام هذا ما 20 دقيقة دم كرة تلعب فيها مرعب هذه كرة لصالح الأرجنتين تلعب عالية إبعاد تسديد الله دي ماريا انقلت هنا باتجاه دي ماريا فيها محاولة المرور ميسي اكتشفتوا كل الأمور تونيا لاعب إشبيليا الإسباني كرة القدم في كل مناحي المرمى ضربة حرة مباشرة تلعب ولكنها بعيدة على مرمى خالد عيسى في الضباط ومنتخب الأرجنتين يعب كان السليم هذا الظهير ولكنه مهاجم جوليان شاهين عبد الرحمن خالد عيسى مضغوط يا خالد فرق الدولي كرة لعبت ونقلت وخطيرة كرة لعبت ونقلت هدف رد ممتازة وصلت إلى أيضا أكونيا نقطة بنا في الشوط الأول كرة تلعب للأمام الأيام أنني دربت ميسي نقلات دائما يفكرون في ميسي مرور التسديد الله يسجل وانا قلت ويكون بالتالي ربما يصل الى 100 سلامات هو دخل في الكرة الماضية هنا لا مفروض خطيرة فرصة الماضية كانت لنا محاولات هنا طبعا أسطورة كرة القدم